السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عايز تعمل فيديو دعائي للفيديو بتاعك، يعني الفيديو بتاعك مثلا مدته ساعة، ممكن نص ساعة، ربع ساعة، فانت عايز تعمل مقطع يكون قصير، تمام؟ كل اللي عليك ان انت تفتح الفيديو بتاعك، هتلاقي حاجة اسمها انشاء مقطع، السلام عليكم تضغط عليه ورحمة الله وبركاته. وبعد كده تيجي تكتب الاسم هنا وتختار بقى المدة بتاعته. ممكن اقصى حاجة دقيقة، لكن ممكن تخليها نص دقيقة، ممكن تخليها زي ما انت عايز، تمام؟ هو متاح للجميع مشاركة المقطع. الجميل هو عمل لك دقيقة، تمام، وهيديك ان انت تشيرها. وتعالى نشوف الرابط الاصل بتاعها، يعني انت لما بتشير دوت الناس بتبدأ تتفرج على الدقيقة، عجبها بيجي لها بقى ان انت شاهدت الفيديو كاملا اهي، فيقدر ان هو يدخل ويشوف الفيديو بتاعك كاملا. هو اوتوماتيك بيضيف اللينك بتاع الفيديو الاصلي، يبدأ يطلع لك مشاهدة الفيديو بالكامل. فدي فكرة بسيطة ان انت تقدر تعمل فيديوهات قصيرة دعاية للفيديو بتاعك بأقل مجهود ممكن، تمام. ولو حد حابب ان هو يعمل مشاركة او يعمل مشاهدة الفيديو بالكامل، دي هتسهل له كتير ان شاء الله. بس دي من ضمن الحاجات الجديدة، فقلت اشاركها معاكم.